حياكم الله. حلقتنا اليوم مخصصة عن ديون اللاعبين المترتبة على الأندية والشكاوى التي طالت عددا كبيرا من الأندية. فقبل بداية كل موسم يبدأ الحديث عن الرخصة الآسيوية، وترتفع التصريحات هنا وهناك حول إيقاف عدد من الأندية لعدم نيلهم شروط الرخص. لكن بعد حين تسير الأمور بهدوء تام ودون ضجيج وتهدأ عاصفة ديون اللاعبين. سنناقش اليوم كل تفاصيل هذه القضية مع ضيفنا، ومنها من وراء إضاعة حقوق اللاعبين، ومن يتواطأ مع الأندية لغلق الملف وقتيا، وإلى أي مستوى وصل الشكاوى اللاعبين، وهل ستصل الأمور إلى طريق مسدود وبالتالي تتوقف من خلاله الكرة العراقية. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. أهلا بكم مرة أخرى مع محورنا لهذا اليوم، وهو موضوع في غاية الأهمية يتعلق بلعبة كرة القدم العراقية خصوصا، وإنه ينطوي على العلاقة التي تربط إدارات الأندية باللاعبين والمدربين. فكل مرة تهز زوبعة خطيرة في الوسط الرياضي يتم الكشف من خلالها النقابة عن سيل من الديون تصل إلى مبالغ كثيرة في ذمة الأندية العراقية، عائدة طبعا هذه إلى المدربين واللاعبين. وعند التمعن بالأمر نجد الموضوع ليس عاديا بل خطيرا، لأن هنالك أندية عريقة وأخرى فتية مشمولة بالأمر، بمعنى إنها متشابهة بأسلوب إداراتها الذي يفتقد الكثير من الاحترافية، بحيث تكون كل الأندية القديمة والحديثة متهمة بالمحاكم ومطلوبة أموالا كثيرة. وهنا تظهر التساؤلات المنطقية، من يسير هذا الملف بعيدا عن حقيقته، ومن هو المسبب الرئيس بهذه الإخفاقة الخطيرة التي باتت تهدد كيان تلك الأندية، ومن المسؤول عن رفع قيمة اللاعب إلى أرقام مهولة قياسا مع ما تمتلك الأندية من ميزانيات خاوية. طيب، إذا كان النادي غير قادر على تسديد مستحقات لاعبيه ومدربيه، فلماذا إذن يتعاقد معهم بهذه المبالغ العالية؟ في مباراة الليلة كرة اللعبة خطيرة داخل المنطقة، الله كاد أن يفتتح التسجيل، كرار كاد أن يسجل أول أهداف المباراة. متواصلون مع محور حلقتنا لهذا اليوم والمخصص عن العلاقة التي تربط إدارات الأندية باللاعبين والمدربين، والتي تبدو دائما بصورة ودودة وسرعان ما تتحول فيما بعد إلى القضاء. القسم الرياضي عد لنا هذا التقرير الذي يسلط الضوء على جوانب أوسع للموضوع، خليكم ويانا. مع كل بداية موسم تطفو على سطح التصريحات كثير من المانشيتات، بل وبعضها تكون مغلفة بلغة التهديد لبعض الأندية التي أدمنت على إنهاء الموسم دون تسديد فواتيرها ودخلت مرحلة العجز المالي، فتكثر الشكاوى وتلتهب الكلمات بين تفاصيل القضية، وألغام وألغاز تزدحم بين السطور. التراخيص كذبة أم حقيقة، أو ربما ورقة ضغط بيد الاتحاد يستخدمها متى ما يشاء لتضييق الخناق على ناد متمرد أو رئيس لم يقدم فروض الطاعة وبات بالقائمة السوداء التي يطبق عليها حذافير التراخيص، وبغض الطرف عن أخرى كأنها تمتلك الكامب نو ملعبا، مع أن حقيقة ملاعبها كالقبور. أرقام فلكية تختفي وأخطاء إدارية يدفع ثمنها لاعبون ومدربون لم يدققوا عقودهم والصيغة التي وقعوا عليها، وفي كل فقرة تجد فخا وربما إهمالا أو بعضهم لاهثا وراء عرض حتى وإن كان نصفه منهوبا. فتختلف البدايات التي تتصدر العناوين وصور التوقيع،
وتتحول فيما بعد لصداع وثبور، ديون تهدد الأندية وأموال لا نعرف أين ذهبت. هل فعلا تبخرت أم أن بعضهم كان ضحية قلة التخصيصات فوقع ما بين مطرقة المؤسسة الراعية وسندان حقوق اللاعبين ودخل في دوامة المحاكم؟ فالمصري عمار محام متربص بتلك الإدارات الساذجة لعله يطير بالخيط ويقبض على العصفور. مسرحية تتكرر في كل موسم ما بين الحمائم والصقور، ومن يملك صوتا عاليا فهو في مأمن، وآخر يدفع ثمن ذلك النفور. والتراخيص حبر على ورق كلام فارغ سمعناه منذ دهور، ولاعبون ومدربون عالقون في المحاكم لسنوات وعدة شهور علهم يحصدون شيئا من حقوقهم التي قيدت على ورق في وقت السرور، وانقلبت صداعا وخلافا وغيرت الحال من وئام إلى نفور. فهل من يجد حلا لتلك المهازل أم أن العرض مستمر في مسرحية الضحك على ذقون الجمهور؟ سر الحياة بدريسك، من يحتفل بزعامته لكرة القدم العراقية؟ مشاهدينا، نحن مع محور هذا اليوم الذي يلخص مشاكل جمة رافقت عملية الاحتراف وعقود اللاعبين والمدربين نتيجة انعدام التخطيط السليم من قبل المنظومة الكروية بشكل عام. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنناقشها مع ضيفنا عبر السكايب من العاصمة بغداد، اللاعب الدولي السابق سعد عطية، الذي مثل عددا من الأندية الجماهيرية والذي لديه أيضا مستحقات مالية منذ عدة مواسم، ويبدو أنه توصل أخيرا مع المحامي عمار المصري ووصل بقضيته إلى مراحل متقدمة. أهلا وسهلا بك كابتن سعد، سعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. حبيبي استاذ بلال، أهلا بك ومشاهديك الكرام، شرفنا وسعيد بشوفتك صار فترة طويلة ما شايفك. الله يسلمك، مشتاق لك، طمني عنك أحوالك. والله الحمد لله بخير، ماشي الحال والحمد لله على كل حال. الحمد لله. كابتن، يعني بدءا محورنا معك سيكون على شقين، الأول ما يخص قضيتك، الثاني طبعا بشكل عام. حضرتك تعلم برزت مشكلة الديون التي بذمة الأندية العائدة للمدربين واللاعبين، وحضرتك أحد أولئك الذين لهم حقوق مسلوبة، وحتى أنك تطلب مبلغ كبير على ما يبدو. هل تعطينا فكرة عن قضيتك ولماذا تفاقمت؟ والله يا أستاذ بلال، يعني هذا مو بس قضيتي، قضية يمكن أكثر اللاعبين بالعراق، اللي هي أعتقد إن هي معضلة المصارف بالدور العراق، إنه الأندية ماخذة حقوق اللاعبين أو ما راح مدنت اللاعبين. هذا مو السبب الآن، أعتقد السبب مو بالأندية، بالمؤسسات اللي تدعم الأندية، اللي هي ما عندها رقابة، ولا عندها رقابة عن الأموال وين تروح وين تجي، ولا عندها إنه مساءلة للأندية. وثانياً الاتحاد العراقي اللي هو مكتوب من ضمن العقد إنه هو الطرف الثالث لحل النزاعات. تعرف الأندية صار الصوت بعد بالانتخابات، وهذا الصوت مهم وغالي جداً، أغلب الذهب صار بالانتخابات. اللاعب شنو عمله؟ هو عمله كرة القدم. زين انت ليش، اذا انت تقول مثلا انه انا ما عندي اموال، ليش تتعامل مع لاعبين بمبالغ، يعني مبالغ كبيرة، مبالغ او ممكن تتعامل مع لاعبين اغلبهم لاعبين منتخب او مثل منتخبات اولمبية، يكون اللاعب هذا اغلى من اللاعب الاعتيادي، غير يكون غير وطني يعني. فاعتقد انه المشاكل هاي بالاندية يعني استفهلت، نقول السبب انه لا رقيب ولا حسيب ولا واحد يقول لهم ليش او يحاسبهم او يوقفهم. هاي المشكله راح تبقى مدى سنين، هي هاي احد اسباب التدهور. يعني خلي يكون هاي نقطه، مو انه نقطه بعيده عن التدهور، لا، التدهور هو عده نقاط. يعني هاي التدهور اللي جاي يصير، حقوق اللاعبين، الاخطاء الاداريه، كل هاي الامور لازم تصحح. كابتن، خليني اجزئ الامور. يعني إذا تكلمنا إحصائيا، متى بالضبط ترتبت هذه الديون لك وكيف تراكمت؟ يعني هل هي لفترات طويلة أم هي لموسم واحد؟
لا والله يعني أنا أقول لك مع الميناء موسم 2015-2016 صراحة هو موضوع متشعب صار، وأنا قدمت فيه شكوى للاتحاد، الاتحاد الآسيوي، وحتى بحثوا علي لجنة نزاهة من وزارة النقل. يعني صار الموضوع بمثل ما نقول صيك وبأمور، يعني ما أريد أتدخل بيه، يعني أشوف وين توصل الأمور، يعني بيت الشغل حتى شغل التزوير التوقيع وهيج مع نفس الحالة اللي مع نفط الوسط. بس المشكلة وين أستاذ بلال؟ المشكلة توصل وتروح وأنت كلاعب منتخب لازم إنه يوقفون معاك، يعني أنت جاي تقدم أدلة وجاي تقدم وثائق إنه هاي الأمور مو صحيحة اللي جاي يصير. تعرف أنت بحكم العلاقات وتعرف الرياضة ما شاء الله بالعراق، يعني حالة السياسة صارت، فضم لي وأضم لك وتنتهي الأمور وتموع وتروح وتنتهي وانت الحلقة الأضعف وتروح حقوقك وما حد يقول لك شلونك. يعني صراحة يعني احنا أنا من شهر 8 قالوا على أساس الدوري ما يمشي، مش الدوري قالوا يوم 15-10، مش الدوري قال يوم أنا واحد من الناس حكيت مع الكابتن عدنان درجال وقلت له أنت متهم بشغلة واحدة، أنه الأندية تقول أنت اللي تقول لا تطون للاعبين. قال آني هذا كلام غير صحيح، ويوم 31-10 دام أنطون للاعبين الأندية تتوقف. كذلك خابرت الأستاذ أحمد الموسوي قال لي يوم 25-10 اللي ما ينطي ما يلعب، وإحنا تشوف إحنا يا شهر فماكو مصداقية، وهذا شيء معيب على اللي يتحدث بهذا الشيء. أكون صريح وواضح وأقول أنه شأن مثل ما يقولون يطلع لي محمد، يعني الأمين سير ما أعرف شنو محمد فرعان يقول هذا شأن داخلي. حبيبي شأن داخلي لعد، شلون توقفت الديوانية بشأن داخلي؟ إذا الديوانية لعد ليش وقفته؟ ده هو شأن داخلي. إيش معنى الديوانية وقفته ما لعب وش معنى الأندية الباقية؟ لأن هذا صار ضدكم وذلك معاكم، فمن المعيب يعني واحد مثل ما يتكلمون على الاتحاد السابق ماكو أي اختلاف، بالعكس من سيء إلى أسوأ. طب كابتن سعد يعني بخصوص مستحقاتك المالية، بالتالي أنا يعني المعلومة ما وصلت لي يعني جيدا، عندك شكوتين أو أكثر قمت بها، يعني الأولى بحق أربيل، الثانية بحق نفط الوسط على ما يبدو. يعني سؤالي هل كسبت بهما قرار لو بعدها؟ والله أنا عندي قرار بالميناء. نعم عندي قرار، يعني قرار نادي الميناء. نعم. قرار عندي ويستحق اللاعب، قرار اتحاد طبعا للعلم، قرار اتحاد إيه، بس نفط الوسط بعد قرار اتحاد ما ظهر لي. بس المشكلة انه طلع له قرار اتحاد من النبذة، المشكلة من النبذة، يعني المصيبة هنا انت يعني بلد ما اعرف شلون جاي يديروه، يعني هم يريدون رياضه تصير تكون ليله ويوم تنام بالليل تقعد الصبح تلقى رياضه مزدهره ورياضه ممتازه. اذا انت حق اللاعب ما تطي، اذا انت الامور الاداريه ما تعرف بها، اذا انت كل الامور يعني الدائر مدائر الرياضه هي سيئه، فانت شلون تريد تمشي بالرياضه؟ واذا هي اكو ماكو مصداقيه صراحه المعيب بالامور اليوم استاذ بلال، من اراد اقول لك اوعدك بشيء، إذا أكون رجل أنا وعدك بي أكون رجل أوفيه، أو لا والله ما وعدك أقول لك إنه خلص الأمر ما يصير والأمر مو بيدنا والأمر بعيد، إحنا مود يكون بالصورة، يعني إحنا لا تأملنا، إحنا ناس مثلا أنا واحد من الناس دعمت الكابتن عدنان درجال وتكلمت معه وقلت له، فقال لا الأمور محسوم إن شاء الله وحقوقكم وحقوق لاعبين. زين أنتم تقبلون إنه حقوق اللاعبين تروح يأخذوها للأندية لاجوبهم الخاصه؟ يعني تقبلون انتم؟ وين النزاهه؟ وين المحاسبه؟ يعني اموال بدون لا حسيب ولا رقيب، ونعرفها كل الزين يعني، بس ما نقدر نحكيها، نعرفها كل الزين شلون جاي تبوب وشلون جاي تروح وشلون جاي يتفقون عليها. هاي حقوق اللاعبين تروح زين، منو المسؤول يسرد اموال اللاعب اذا الاتحاد هو بهذا الطريقه يتعامل مع اللاعبين والمدربين اللي يطلبون الانديه؟ نعم كابتن سعد، بصراحه حضرتك هل يعني جربت جميع الوسائل ليكون آخر الدواء الكي إذا صح التعبير، بمعنى قبل أن تسلك طريق القضاء، يعني لماذا لا تتم التسوية بالتراضي بين الطرفين وهنالك جلسات ودية يعني ليصل كل طرف إلى مبتغاه؟ سابلال هي الودية وين؟ هو أصلا ناكرك يا حبيبي، ناكرك، أكو شيء اسمه ناكرك وما ذاكرك،
اليوم انا من نكرك ما اذكرك انه اقول لك انت ما تطلبني وانا طلبك، اذا انت شلون قاعد وياك تفاوض وشو راح قاعد وياك تفاوض بهالامر. يعني تعرف انت من ضمن الفقرات اللي يضيفوها بالعقود، يعني مضحك يا والله العظيم. انت ذكرت هسه موضوع اوكي تسويه، انا قلت لهم احنا بدال ما نروح نشتكي ومحامي وهيك، دهن اللي نعطيه مثلا محامي وهيك ممكن نتنازل لكم عنها وانتم اولى بالموضوع صراحه يعني. بس هم شو يقول لك؟ يعني هم شلون يقول لك انا دايس على ارض صلبه، يعني ما اخاف انه اني غصبا على الاتحاد ما يمشي قراره انه العب بالدوري وامشي بالدوري وما اتوقف. وصدق هم، انا واحد من الناس قالوا لي والله ما ندفع وما نتوقف بالدوري وخلي واحد يوقفنا بالدوري ما يتوقف. صح، هو أسأل الفيلم الجديد اللي صار بعد 15/10 و31/10 قالوا بين المرحلتين ممنوع لاعب ينتقل للنادي اذا مطلوب او يسجلون لاعبين. اخذها من عندي، راح يسجلون لاعبين ويمشي الدوري والامر ما صاير. فاحنا وين نروح نشتكي؟ يعني انت من تشتكي للمحكمة، انت غير عندك قرار اتحاد طبعا، لو قرار اتحاد ما جاي يعطيك قرار اصلا ولا يقول لك شلونك ولا يرد عليك. زين انتم احترموا رموز، على الاقل احترموا لاعبين المنتخب. لا تحترموا البقيه مثلا، ترموا لاعب المنتخب. احنا اغلب اعضاء الاتحاد تتصل بهم ما يرد عليك، ليش انتم منو واحنا منو؟ هذا شيء معيب. كنتوا تتكلمون بسوء على الاتحاد السابق صراحه، يكلمون وها وضم لي واضم لك. لا والله نفس الوضع وممكن أسوأ، والقادم ما نعرف شنو. يعني لك قيمتك بالتاكيد، وللاسف هذا يعني الوقت اللي يخلي ما يتعاملون مع لاعبين دوليين امثالك بهاي الطريقه او بطريقه محترمه. يعني للاسف انت يعني مثل ما تفضلت هنالك اكو حقيقه وصوره واضحه وبيضاء. ممكن اعمل لك هذا الشيء، ممكن هذا قانونيا او لا من الاول، لكن طبعا هاي مثل ما تفضلت انت لازم يعني تبقى هاي المشاكل وتبقى الامور شائكه حتى لا تتوضح للجميع ويبقى هم على مخططاتهم. اذا دعنا نتابع كابتن سعد ما ذهب اليه البعض من ذوي الشان في تصريحاتهم بهذا الخصوص. نتابع ولنا عوده لحضرتك، خليكم يعني. طبعا هاي مناشده الى كل المسؤولين في الرياضه وكل المسؤولين بالدوله العراقيه بخصوص ديون لاعبي دوري النخبه العراقي ودوري الدرجه الاولى. صار تقريبا اكثر من 9 سنوات 8 سنوات احنا نطلب الانديه. بالنسبه لي شخصيا نطلب نادي الزوراء ونادي زاخو ونادي توك. مقدم شكوى في الاتحاد الاسيوي وحصلنا على قرار لصالحنا، لكن مع الاسف عتبي على لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لحد هذه اللحظة. هم يعني ما جاي يعطونا أي خبر، ما يعطونا أي استفسار عن الموضوع. فنناشد من خلال قنواتكم والقنوات الرياضية جميعا والإعلاميين مساندتنا والوقوف معانا. قضية يعني جدا خطيرة، راح تلاقي عقوبات من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد الآسيوي. احنا نبقى ناشد بحقنا ونطالب حقنا. الصراحة يعني الشيء اللي كل شيء يجرحنا ويأذينا اكو لاعبين اخواننا اللاعبين بنفس الموسم، يعني هم معانا بنفس النادي ومقدمين شكوى واستلموا مستحقاتهم، لكن احنا لحد هاي اللحظة ما مستلمين مستحقاتنا. وبعض اللاعبين اجروا معهم مفاوضات، فاحنا ناشد الاتحاد العراقي يعني شنو الفرق؟ هذا اللاعب بنفس الموسم ياخذ مستحقاته وانت وياه بنفس الشكوى ماخذ مستحقاتك. فنرجو من لجنه شؤون اللاعبين والسيد عدنان درجال بالذات النظر في قضيتنا والتوفيق من الله عز وجل. اهلا بك كابتن مره اخرى. طيب كابتن، نلاحظ من خلال يعني كلامك واخرين يعني عن انديه على سبيل المثال نادي الميناء، نادي أربيل، لديه ديون كثيرة لكنهم لم يكترثوا ولم يسددوا ومع ذلك يلعبون في الدوري. يعني ما هو اللغز في هذا الموضوع؟ هو نقطة واحدة، اللغز هو الصوت بالاتحاد يصير. يعني مثل قلت لك الرياضة صارت على أسف
سياسه يعني، انطيني وانطيك، ما تنطيني ما انطيك، ممكن أو يعني هاي المشكله. فالصوت صار مضر صراحه، الانديه صارت مضره بالكره العراقيه، يعني الانديه صارت بها آفة فساد مو طبيعيه. ليش انت راح انطيك في موضوع اذا ذكر انه الناب المحترم الناب السيد عباس عليوي ذكر مره انه قانون الانديه شيء بفقرتين، الفقره الاولى عدم ازدواجيه المناصب، والثاني انه كل رئيس نادي دورتين ويتغير. انقلبت الدنيا يعني تقول انه كان العراق باق على هالنقطتين وانه الرياضه راح تنتهي. بالعكس، هاي الرياضه انه تعطي فرصه للتغيير، تعطي فرصه انه ماكو يجي الوراكي حاسب يباوع. تعرف انت اغلب رؤساء الانديه اذا طلعوا من الانديه مالتهم ملفات فساد كبيره، يعني كبيره، فهم ما يشوف انهم مصممين باقين. وانا صراحه ما احتب عليهم، لا والله احتب على اللي اجوا بطريقه أوهمونه، يعني أنا واحد من الناس أوهمونه، أوهموا الشارع أنه إحنا جايين بإصلاح، نرجع حقوق اللاعبين، حقوق المدربين، نصحح المسار، ولا شفنا أي شيء ولا 1% من الكلام اللي نوعدنا به. هو إحنا ما جايين نستجدي حبيبي، هذا حقنا، خاف أحد يقول ها وهذا ميز لا، أو هذا جاي يريدون مو حقوقهم، لا والله حقوقنا، إحنا ما جايين نستجدي من أحد، حقوقنا وريتها، يعني إحنا ما حد مستعطى علينا ولا مستعطف، ولا انا اريد شيء مو حقنا، اريد حقنا لا اكثر ولا اقل. ولا احد يتواصل ويانا لحد الان. والمشكله اعطيك فد فقره، احد نواب الاتحاد اللي صار هسه احد اعضاء الاتحاد يعني بالمزحه انا اتواصل وياه قبل ما يصير رئيس اتحاد، يعني نائب بالاتحاد، قلت له انت تصير بالاتحاد وبعد ما ترد علينا صراحه؟ قال لك لا مستحيل يصير، مستحيل. أيه. فصدق صارت، ورا ما صار بالاتحاد قام ما يرد علينا، فهاي وصلها له ان شاء الله يتذكره، هو راح يعرف نفسه. اول اسم مو ولا ثاني؟ لا لا هو قصدي يعني، يعني صراحه مو لا اعرف الفكره اللي انت قاعد توصلها، يعني هنالك يعني اختلاف بالاتفاق وبالعلاقة وبالقرار وبكل شيء ما قبل وبعد. ما يحتاج اليوم، انت اليوم الانسان مبدأ، ما عنده مبدأ لا يعيش افضل، يعني انت مبدأك يكون هو مبدأك واحد، بس مع الاسف انه سلقوا على ظهورنا، واحنا كنا انا واحد الناس كنت اروج لهم لان هم يستحقون كانوا، بس بعدين انه كنت تتامل يعني الامر اختلف. نعم صح، كنت تتامل والله مو مصلحه يعني سابي، لا مو مصلحه، لا لا من روجت مو مصلحه، كونك رياضي ابدا يعني اصلاح وضع يعني انت نعم. مو مصلحه يعني، فالمشكله عويصه سابي، لا يعني اعطيك اياها متعبه، واذا ما صار تدخل صراحه تدخل كبير بالموضوع الاتحاد ما قادر على الموضوع، لا يقدم ولا ياخر. إذن في قضيتنا التي طرحناها اليوم يتوضح فعلا أن هنالك زوبعة خطيرة تهز الوسط الرياضي بين الحين والآخر، لتكشف النقاب عن سيل من الديون بذمة الأندية للمدربين واللاعبين. وهنا يعني نتساءل، كيف تراكمت هذه الديون بذمة عدد كبير من الأندية؟ من هو المسبب الرئيس بهذه الإخفاقة الخطيرة التي باتت تهدد كيان تلك الأندية، وإن كان النادي غير قادر على تسديد مستحقات لاعبيه، لماذا إذن يتعاقد معهم؟ من المسؤول اليوم عن رفع قيمة اللاعب إلى أرقام مهولة وكأنها من نسج الخيال، قياسا مع ما يمتلك النادي من ميزانيات هي بالأساس خاوية؟ هذه ليست كل الحكاية، انتظرونا في الجزء الثاني، مع السلامة.